ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من حلب ماجد عبد النور الناطق باسم شبكة شام الإخبارية في حلب. سيد ماجد، أهلا بك معنا. ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية منذ صباح اليوم وحتى اللحظة. نعم، يبدو أن النظام مصاب بحالة هستيرية في مدينة حلب خصوصا بعد السيطرة على سكن حمانه. في الثلاث أيام الماضية وحتى ساعات الفجر الأولى القصف هو الأعنف على الإطلاق منذ بدء العمليات العسكرية في مدينة حلب. النظام صب جام غضبه على هؤلاء المدنيين الآمنين العزل. مئات القذائف بمختلف الأحجام ومختلف أنواع الأسلحة تنهال على أحياء الشعار ومساكن هلال والصاخور وحي قاضي عسكر وحي طريق الباب والعديد العديد من الأحياء الأخرى. وفي الريف الحلبي أيضا لا يختلف الوضع عن المدينة، نفس المعاناة ونفس الحياة الصعبة، حياة الموت والقهر. مدينة الباب، هذه المدينة التي تقع في الريف الشرقي لمدينة حلب، تتعرض لليوم التاسع على التوالي للغارات الجوية وهي تحت القصف العنيف بالطيران الحربي لمدة 9 أيام. أكثر من 3 مجازر ارتكبها النظام في هذه المدينة. نعم، كما مدن حيان ودارة عزة وعندان هي أيضا تحت القصف وتحت النار. منذ يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم وحتى الساعة التي أتحدث بها حوالي 44 شهيد في مدينة حلب موثقين بالاسم الثلاثي، بالإضافة إلى عشرات الجرحى أغلبهم بحالة الخطر بسبب الإصابات البليغة، فأكثر المصابين تم انتشالهم من تحت الأنقاض وتحت الركام الهائل. في مقابل ذلك ما تزال الاشتباكات مستمرة في حي العرقوب بالقرب من سكنة هنانو وحي الميدان بالقرب من فرع المداهمة وأيضا في أحياء سيف الدولة والإذاعة في الأحياء الغربية في مدينة حلب. التطور المهم واللافت في مدينة حلب هو ما حصل يوم أمس عندما أعلن عن تشكيل المجلس العسكري الثوري. هذه الخطوة الصحيحة بالاتجاه الصحيح، فقد تم توحيد جميع فصائل المعارضة المسلحة تحت قيادة واحدة وكلمة واحدة من أجل سهولة التنسيق والعمل فيما بينها. وهدفهم الرئيسي طبعا هو محاربة هذا النظام حتى إسقاطه وإقامة الدولة المدنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أمن البلد والبلاد بعد سقوط هذا النظام ليكون له الدور الفاعل في حفظ البلد من الفوضى. نعم. سيد، بالنسبة للوضع الإنساني، نعم تفضل، ماذا عن الوضع الإنساني؟ نعم، بالنسبة للوضع الإنساني في مدينة حلب، الوضع الإنساني للأسف كارثي ومخيف، تعانيه مدينة حلب الآن بالأجمع ريفا ومدينة، كما قلت وقلنا سابقا الماء غير متوفرة في أغلب الأحياء لأن النظام قطعها بالقصد عن طريق قصف محطة المياه. هذه لوحدها جريمة بحق الإنسانية، بالإضافة إلى النقص الكبير في المواد الغذائية وحليب الأطفال والدواء. المشافي الميدانية في مدينة حلب وضعها للأسف يدمي القلوب، لا معدات ولا كوادر طبية كافية، أغلب أنواع الأدوية يتم الحصول عليها بصعوبة شديدة طبعا من خارج البلاد، يتم نقل أغلب الجرحى أيضا إلى خارج البلاد بالعلاج في ظروف قاسية جدا، أغلب الحالات الخطرة توافيها المنية على الطرقات بسبب البطء الشديد في الإسعاف. وضع نعم. والله لا يوصف ولا يحتمل ولم يعد يطاق، وضع انساني سيء جدا جدا. شكرا لك. اذا حدثنا عبر الهاتف من حلب ماجد عبد النور الناطق باسم شبكه شام الاخباريه في حلب، شكرا جزيلا.